هاي صبايا، انا ساره. اليوم حبيباتي بهذا الفيديو رح اعلمكن على طرق سهله جدا لحتى انكن تقدروا تحصلوا على بشره حلوه ومشدوده، بيضه ومشرقه ولامعه ونظيفه. انا ما عم بالغ بهذا الشيء، لكن صدقوني اذا اتبعتوا هدول الخطوات رح تحصلوا على هاي البشره اللي ذكرتها، وما بتكون اي مستلزمات تجميل او اي كريمات او اي ماركات. المواد اللي حقلكن عليها حتكون موجوده عندكن، والخطوات كتير سهله وبسيطه. عزيزاتي، لحتى تحصلي على بشره حلوه ومشدوده، السر بانك تتبعي 3 خطوات، فعلا 4 أربع خطوات. خليني بلش من الأسهل للأصعب. الخطوة الأولى شرب الماء. إذا ما شربتي ماء بيروح كل تعبك على الفاضي. ما تقولي لي أنا ما بحب أشرب ماء، ما بحب أروح على التواليت، ما بحب. إذا اللي ما بتحب بتروح على التواليت كسل، قومي روحي على التواليت اشربي ماء، أوكي؟ لأني فعلا بدون شرب الماء البشرة رح تكبر بشكل أسرع، رح تكبر بشكل أسرع، وأنا حكيت كيف نراقب شرب الماء بفيديوهات تانية، شوفوها عندي بالقناة بقائمة كل ما يجب أن أعلم. يعني أنا كيف مستوى المي بجسمي طبيعي أو لا، فيكي تشوفي الفيديو يلي حكيت عنه. شرب الماء ضروري جدا. الشغلة الثانية حبيباتي التمارين الهيت. تمارين الهيت بتساعد على رفع هرمون النمو بالجسم، وبالتالي بيساعد على زيادة الكوليجين. الكوليجين شو؟ جيد للشعر، للأظافر، للجلد. ونحن هلا بما أنه عم نحكي عن جلد بشرة الوجه، الكوليجين مجانا بتمرين الهيت، عرض خاص ومميز. ايه عزيزاتي، تبعي لي هدول الشغلتين الاثنين، اوكي؟ وخلينا نحكي بالشغلة الثالثة يلي رح أعلمكن عنها اليوم، العناية الشهرية بالبشرة. ما عم بحكي عن العناية اليومية أو العناية الأسبوعية، لأني أنا عملت فيديوهات، هدول الفيديوهات بتشوفوها بقائمة كل ما يجب أن تعلم، بليز شوفيها، لأني أنت عن جد فيكي تعملي هذا التغيير. أنا بعرف أنه أنت فتحتي هذا الفيديو لأني حابة تحصلي على بشرة أحلى. شوفي هدول الفيديوهات لحتى تشتغلي على أساس صحيح العناية اليومية والأسبوعية. وهلا أنا حخبلك على العناية البشرية الشهرية. طبعا هي العناية الشهرية بعد ما تخلصي الدورة الشهرية بتكون أكثر من رائعة، وأنت أثناء الدورة الشهرية ما تلعبي بوشك ولا تعملي تقشير ولا تساوي شيء، أوكي؟ خلصتي الدورة الشهرية بتروحي بتحطي طنجرة مي، بتخلي المي تغلي هيك، وبتحطي منشفة فوق راسك بتغطي راسك، بتخلي البخار يطلع ويدخل هيك ويفتح لك المسامات كتير منيح. حلو؟ حلو، فتحنا المسامات، جهزنا البشرة. بعدين بتجيبي لبن، لبن شوي صغيرة، وبتبلشي بتحطي بعد ما نشفتي وشك من المي تماما، بتبلشي بتحطي هيك شوي دوائر 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 دوائر، بتحسي هيك البشرة الميتة عم تهر. ما تنسي منطقة الرقبة كمان، اعتني بمنطقة الرقبة. في ناس بيعتنوا بالوش وبينسوا الرقبة، بعد فترة من الزمن بصير وجههم حلو والرقبة تعيسة، ايش استفدنا؟ شوف كمان في نقطة تانية، لما انت عم تفركي او اثناء التقشير ما تفركي بشي مبالغ فيه خليني طلع القشرة الميتة ابيض وجهي، لا، لان هذا الشيء رح يسبب لك ترهل بالجلد بعد فترة من الزمن. لذلك فركات هيك دوائر خفيفة من فوق لتحت، من تحت لفوق، هيك 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 هيك، تحسي البشرة الميتة بلشت، الجلد الميت بلش يهر. الخطوة الثالثة، غسلتي وشك كتير منيح من لبن، ما تخلي آثار لوشك على اللبن، بالمي فقط، ما عم نستخدم أي شيء هلا حاليا، أي غسول ما عم نستخدمه. غسلنا وجهنا كتير منيح بالمي، أو إذا في عندك غسول مناسب لبشرتك أنت ما يعمل لك حساسية كمان حطيه، لأني في بعض الغسولات بيعملوا حساسية، فلازم تعرفي أنت شو هو الشيء المناسب لك. غسلتي منيح، بعدين النقطة الثالثة، بتجيبي بياض بيضة وبتدهني من تحت لفوق، والرقبة من تحت لفوق من تحت لفوق هيك، لحتى انك خلصتي كل وشك دهنتي. فبعدين شو بتحسي؟ بتحسي انه البشرة انشدت، لان بياض البيضة بس ينشف بيشد. لذلك عم بقول من تحت لفوق مو من فوق لتحت، لاني ما تدهنيه من فوق لتحت شو بيصير؟ بيصير بيشد لتحت، نحن بدنا اياه يشد لفوق، فبتدهنيه هيك من تحت لفوق بتلاقي الوجه شد وصار حلو. غسلتي مرة تانية بالمي وشوفي وجهك كيف حيصير لامع وحلو ومنور، يعني فعلا تغيير سحري، وما بيلزمك أي مواد تجميلية. الخطوة الأخيرة، بتجيبي عسل بتحطي 10 دقائق، عسل طبيعي مو مغشوش. إذا عندك العسل مغشوش لا تحطي عسل، ما بدنا نحط سكر على وجهنا، أوكي؟ حطي زيت جوز الهند، زيت اللوز، او اي شيء زيت طبيعي، تعرفي انه هذا الشيء رح يرطب لك وجهك، نحن بدنا نرطب وجهنا. بعدين غسلتي حطيتي كريمك المرطب وخلصت، هي هي.
اوكي. هلا انا هعلمك الخطوات يلي حتساعدك على انه تعملي مساج ترفعي وجهك وتشديه بدقيقه واحده بس، وراح فرجيكم هدول الحركات وانا راح اطبقه على نفسي هلا حاليا. اول شيء طبعا اعتبروا، تخيل نحن كل يوم بالليل غسلنا وجهنا، اوكي غسلنا ونظفنا تماما، بعدين جبنا كريم مرطب، اي كريم مرطب بتحبي، وبترفعي هيك هيك من تحت لفوق من تحت لفوق هيك، ليكي العضلات تبعون الجبين بهي الطريقة من تحت لفوق من تحت لفوق من تحت لفوق. اوكي بعدين بتاخدي من هون، بتاخدي بتشدي وبتمسكي، اوكي بتمسكي الجلد، ما تضغطي كتير على الجلد، عاملي برفق يعني ما تضغطي كتير على العضلات، بس المهم امسكي من هون وارفعي، امسكي وارفعي شي 15 مرة، عيدي هاي الحركة لكل طرف. اوكي الطرف الثاني امسكي ارفعي، هاي الحركات. اوكي منجي هون هاي المنطقة، شايفينها الدقن، منطقة الدقن مشان ترسم طبعا. شوفوا هاي، حاولوا انه هيك يعني بهاي الطريقة انه تنحتوها هيك هيك، تشدوها لورق اذنكم. اوكي او هيك هيك اسهل هيك ليكن هيك. اوكي جينا للرقبة، ما ننسى الرقبة طبعا، انا ما حطيت كريم بس انتي حطي ضلي كريم، ما تخلي الايدين نشفانين. الرقبة هيك 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 اوكي. انا بحب اعمل هذا التمرين للحواجب، الحواجب كل ما ارتفعوا كل ما كان الوجه يعني بيعبر هيك عن ما بقى تطلع الكلمة looks younger اوكي. سو شوفوا كيف هلا انا بعمل هيك حركات لرفع الحاجب، ليكي كيف ارتفع، نرفع الثاني. اوكي حركات لرفع الحاجب، حركات حركات حركات، دائما حاولي ترفعي. اوكي ارتفع الثاني، حاوزك بيرفكت. سو عزيزاتي هيك حاولوا تعملوا هدول الحركات دائما لما بنمسج وجهنا، بنمسجه بطريقه خفيفه، ما تضغطي كثير على الوجه. طبعا انا ما حكيت على مساج العينين، مساج العينين بهي الطريقه هيك بس، ما تفركي العين تحت العين او فوق العين ابدا 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 ابدا. طبعا في ناس بيقولوا هيك بالعكس دائره ما دائره، لان هدول عضلات العين بشكل دائري. اوكي فيكي تعمليها هيك لحظه. هيك كيف كان؟ هيك 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 اوكي هيك دائره هيك، بس انا ما بحب ادور هاي المنطقه ابدا تحت العين، بحب اضربها ضربات خفيفه احسن. وارفعي جنب العين هيك، جنب العين كثير مهم، ما حاولوا ما تمزجوا كثير. اوكي alright حبيباتي، سو هذا كان كل شيء لليوم، اذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي مساج لوشك اليوم وتغسلي منيح قبل ما تعملي المساج. وتعملي اللايك والاشتراك بالقناه اذا كنتي مشاهده جديده، بحبكم كثير، اشوفكم بعدين، باي.